صراع يصفه المؤرخون بأنه أعقد وأطول المشكلات التي لا تلوح لها حلول في الأفق. صراع أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورني قاراباخ، والتي تعني جبال الحديقة السوداء، تبلغ مساحتها حوالي 4400 كيلومتر مربع، تقع في الجزء الغربي من أذربيجان. يسكنها أغلبية من الأرمن بواقع 95% من تعداد السكان البالغ أكثر من 148 ألف نسمة، يعمل أغلبهم في الزراعة مستفيدين من تعدد الأنهار ومياه الأمطار. في عشرينات القرن الماضي وتحديداً عام 1923، قرر الزعيم السوفيتي ستالين ضم الإقليم الذي يقع داخل حدود أذربيجان وتسكنه غالبية أرمنية إلى أرمينيا. في المقابل ضم ستالين منطقة نختشفان التي تقع في قلب أرمينيا وتسكنها أغلبية أذرية إلى أذربيجان. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 وإعلان كل من أرمينيا وأذربيجان استقلالهما، أبدى القادة السياسيون في إقليم ناغورني قاراباخ رغبتهم في الاستقلال وتأسيس جمهورية مستقلة غير تابعة لا إلى أذربيجان ولا إلى أرمينيا. اعترضت أذربيجان على إعلان استقلال ناغورني قاراباخ واعتبرته انفصالاً وتمرداً، فيما أعلنت أرمينيا دعمها للقادة السياسيين الأرمن ومدتهم بالمال والسلاح، فاندلعت الحرب الطاحنة بينهما والتي فقد فيها الجانبان أكثر من 30,000 شخص وشرد نحو مليون آخرين. وفي عام 1994 وبوساطة أمريكية روسية فرنسية، وقع الطرفان اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار، إلا أن هذا الاتفاق لم يسهم في حل الأزمة، حيث لم يؤدي إلى توقيع معاهدة سلام بين الطرفين، ولذلك تجددت الاشتباكات بعد ذلك، كان آخرها عام 2016 قبل أن تندلع مرة أخرى في سبتمبر الجاري وتسفر عن إصابات وقتلى في المدنيين. دول العالم تقف على الحياد في هذا الصراع، وحدها تركيا باستخدام المال والسلاح تؤجج هذا الصراع بانحيازها لأذربيجان على حساب أرمينيا، انحياز سببه الأطماع الجيوستراتيجية في منطقة القوقاز من جهة، والعداء التاريخي بين تركيا وأرمينيا من جهة أخرى بسبب اتهام أرمينيا للخلافة العثمانية بارتكاب مجازر بحق الأرمن راح ضحيتها أكثر من 1.5 مليون من الأرمن.